الو سلام متابعي ومشاهدي ديال الشعب المباشر للدار البيضاء، ده انا عشمان الجدي اللي غيتحدث لنا على فضائح النائب الاول فقيد بن صالح. بداية كنبغي نشكر موقع عبير على الاستضافة اليوم. أيها المشاهدين أيها المتابعين الكرام، جيت أنني يعني باش نخبر الرأي العام أو ننور الرأي العام بواحد الفضائح اللي كبيرة وكبيرة بزاف أنها كتوقع في مدينة الفقيه بن صالح. علما أيها المشاهدين أيها المتابعين الكرام، الكل أنه كان كيعرف لا 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 يعني الاعتقال ديال رئيس المجلس الجماعي محمد مبديع الوزير السابق على خلفية التقرير الأسود ديال المجلس الأعلى للحسابات. اليوم أيها المشاهدين أيها المتابعين الكرام، أن كاين واحد النائب ديالو اللي كينتمي للحزب ديال الحمامة، اللي هو يعني هذا النائب طائس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح لأزيد من 13 سنة، ورثوا الابن ديالو. النائب الأول ولا حاليا ديال المبديع النائب الأول، والآن هما مقبلين على أنهم باش يديروا الانتخابات في الإطار ديال الاعتقال ديال محمد مبديع. هذا النائب اللي كيف ما قلت لك أنه ترأس المجلس الإقليمي لأزيد من 13 سنة، ورثوا الابن ديالو، داروه هو حاليا رئيس مجلس إقليمي، علما أن هذا النائب هو في نفس الوقت برلماني عند الدائرة ديال بن عمير بن موسى، ونائب الأول لمحمد مبديع، علما أن هذا النائب أنه تحالف مع محمد مبديع خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة في إطار تبادل المصالح وتبادل المناصب. علما أيها المشاهدين أيها المتابعين الكرام، أن هذا النائب اللي رقم ثروات خيالية، ثروات لا تحصى ولا تعد بطرق اللي هي مشبوهة، كنطالبوا من السيد وزير الداخلية وجميع المؤسسات باش أنها تحرك وتبحث يعني في واحد المجموعة ديال الملفات ديال هذا النائب الرئيس. منين اغتنى هذا النائب الرئيس اللي ولا كيتوفر على ممتلكات اللي هي خيالية، علما أيها المشاهدين الكرام أن هذا النائب الرئيس شرى أرض ديال الأملاك المخزنية بالقرب من السوق التجاري مرجان بمدينة الفقيه بن صالح، ووثقوا في اسم الأبناء ديالو، شرى كيف ما قلت لكم أرض ديال الأملاك المخزنية، وأنه كيتوفر على واحد المجموعة ديال العقارات والأملاك اللي ملكها بطرق اللي هي مشبوهة، علما ان هذا الرئيس اللي هو كينتمي من الدوار ديال النقار التابع للنفوذ ديال مدينه الفقيه بن صالح، انه بنى فيلا ساكن فيها فوق الارض ديال الاراضي السلاليه، علما ان هذا النائب كيتاجر في الاراضي السلاليه. بغينا نعرفوا اشنو علاقه هذا النائب بالاراضي السلاليه، كنشوفوا انه ما هاد السيد واش عنده شي ترخيص باش بنى فوق الارض ديال الاراضي السلاليه بالدوار ديال النقار، واش شاد شي ترخيص من عند وزاره الداخليه، علما ان الكل كيعرف بان الاراضي السلاليه ما كتباع ما كتشرى، ما هاد السيد بنى فيلا على شكل قصر. زائد هاد السيد ايها المشاهدين ايها المتابعين الكرام، حنا كنطالبوه كراي عام وكحقوقيين باش يعطينا التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات اللي تراسو ازيد من 13 سنه، تحديتو في واحد المجموعه ديال الخارجات الاعلاميه، لان المجلس الاعلى للحسابات حل للمجلس الاقليمي منذ سنه 2019، والحدود الساعه كنطالبوا يعني بغينا ينور الراي العام، يعطينا التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات اشنا هو اللي فيه. كيف ما قلت لكم علاش انه ورث المجلس الاقليمي للابن ديالو، خوفا من قدوم رئيس او تولي رئيس اخر للرئاسه ديال المجلس الاقليمي، باش ما يطالبش بالافتحاص ديال الماليه ديال المجلس الاقليمي، لان هناك مشاريع اللي هي ملغومه تصرفت عليها الملايير. بغينا نعرفوا هذه الملايير هذه فين مشات، ومن حقنا كمتتبعين ومن حقنا كفعاليات جمعويه باش نطالبوا هذا النائب الرئيس
بالتقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات. يعني اللي بغيتي تقول لنا الفقيه بن صالح ما فيهاش مبدع واحد فمبدعات. ما كاينين مافيا، مافيا في الفقيه بن صالح، مافيا. هاد النائب اللي كنهضر لك انا دابا عليه، كاينه مافيا ديال العقار. هاد النائب اللي كنهضر لك انا دابا عليه هو في الحملات الانتخابيه الجماعيه الاخيره، كان في الحملات الانتخابيه ديالو كيدور في الشوارع والازقه. واشنا هو كان يعني الخطاب ديالو؟ تيقول للمواطنين صوتوا على اي كان الا محمد مبدع، وانا دخلت باش نحارب الفساد، ولكن في الاخير دار الصابونه للساكنه ديال مدينه الفقيه بن صالح ومشى تحالف مع المعتقل المفسد محمد مبدع. علما ايها الاخ ان هاد نائب الرئيس اللي كان طالبه من وزاره الداخليه انها تفتح تحقيق شان الصفقات اللي كان يعني الصفقات اللي دات في العهد ديالو ديال المجلس الاقليمي، علما ان المقاول دابا اللي معتقل مع الوزير السابق محمد مبدع، حتى هذا النائب ديال محمد مبدع اللي كان كيتراس المجلس الاقليمي كان كيشد من عنده صفقات. ومن خلال يعني مني تراس هذا النائب تراس المجلس الاقليمي وتراس الجمعيه ديال المواشي، ولينا كنشوفوا هذا السيد انه كي راكم ثروات اللي هي خياليه بطرق اللي هي كنعتبرها انا مشبوهه، يعني طرق اللي مشبوهه. علما ايها الاخ ان كاين واحد الخادم عنده في الفلاحه، وتخيل معايا انه مستافد عده مرات من 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 المبادره الملكيه الا وهي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، يعني في تحايل على القانون كيأسوا تعاونيات او كيأسس جمعيات، واستافد من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 9 مرات. علما ان في العهد ديال هذا النائب اللي كان رئيس مجلس اقليمي هذا الخادم ديالو استافد من دعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ديال مخبازة، وهذه المخبازة انها ما بقاش هذا المشروع وتصاب كما تيقولوا هما بالافلاس. بغينا نعرفوا هاد الاليات وهاد المشاريع اللي استافد منها، علما ان هاد المشروع ديال المخبزه راه دازت عليه 10 سنوات، والحدود الساعه هاد الخادم اللي خدام عدد النائب فلاحه اللي اغتنى بدوره بواحد الطرق اللي هي كنسميها انا ملغومه. بغينا نعرفوا هاد السيد واش كاين غير هو اللي كيستافد من المبادره الملكيه؟ علاش في حين كنشوفوا ان المبادره الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الفقيه بن صالح كيستافدوا منها ميسورين، كيستافدوا منها منتخبين. هذا الدوار اللي كينتمي ليه هذا النائب الرئيس ألا وهو الدوار ديال نقير، كاين منتخبة مستافدة حاليا من المبادرة الملكية، علما أن القانون كيمنع أي منتخب أنه باش يستافد من أي دعم، خصوصا والدعم هذا ديال المبادرة الملكية. راه كاين شي حوايج، علما أن هاد يعني هاد الدوار اللي كينتمي ليه هاد الرئيس توظفوا فيه 9 أشخاص في الصفوف ديال أعوان السلطة بطرق اللي هي مشبوهة، كيحملوا نفس الاسم العائلي. بغينا كذلك أنه يدار بحث من وراء هاد التوظيفات المشبوهة اللي كاينة في هاد الدوار ديال النقر في الصفوف ديال الأعوان ديال السلطة، كيحملوا نفس الاسم العائلي، خدموهم على اساس انهم تابعين القسم ديال الشؤون الداخليه خلال التوظيفات السابقه في الصفوف ديال اعوان السلطه. علما ايها الاخ بان هناك موظفين واطور داخل عماله الفقيه بن صالح استفدوا من توظيفات اللي هي مشبوهه في الصفوف ديال الاعوان ديال السلطه، وعارفين السميات ديالهم وشكون هما. علما ايها الاخ بان كنطالبوا من وزاره الداخليه باش تفتح تحقيق فهاد التوظيفات اللي هي مشبوهة، علما أن عمالة الفقيه بن صالح كاينين مخازنية اللي أحيلوا على التقاعد وتم إعادة توظيفهم كشيوخ بعد يعني التابعين للعمالة. علما أيها الأخ الكارثة الكبرى هو أن مدينة الفقيه بن صالح ولينا كنشوفوا من هب ودب هز ميكرو وتيقول لك أنا صحفي. أقسم بالله العلي العظيم إلا كاين اللي ما عندوش حتى المستوى ديال الثالث ابتدائي. كاينين عناصر دابا اللي كي ما عرفناهمش كي تيشدوا هذا الاعتماد ومنين جاوا هذ الميكروات، وكاين اللي مدوز 20 عام ديال الحبس من أجل تكوين عصابة إجرامية في سرقة المحلات التجارية عباد الله، ودابا هازين ميكروات. وكاينين الصابة هازين ميكروات وكيرافقوا
عامل اقليم الفقيه بن صالح في الخارجات ديالو، وكناشدو وزير الداخليه باش يوضح حد، راه من لعبوا العار باش نشوفوا ان يعني قطاع ديال الصحافه اللي من بين الشروط ديالو ان واحد تكون الخلو ديال الصوابق. واش داروا اللي شدوا على المتصحفين باش فقيه بن صالح؟ واش يأيدوا النائب الاول ولا معاه ولا؟ وكيأيدوه كأيدوه، حنا تأيدوه، كينشروا اخبار اللي هي مغلوطه، اللي كنعرف ان الصحافه هو انه كيخرج كينتقد او كيشكر، ولكن مني كنشوف انا صحافي تيقول هو صحافي والمؤهلات ما عندوش مستوى دراسي، ما عندوش مستوى علمي، واش بالله عليك كاين شي واحد مدوز 20 سنه ديال الحبس من اجل تكوين عصابه اجراميه ويقول لك انا صحافي وكيرافق العامل الاقليم في الخارجات ديالو وكيمشيو ينصبوا على المؤسسات؟ راه من لعيب والعار باش نشوفوا هاد بعض الحوايج اللي كتمارس في اقليم الفقيه بن صالح، من لعيب والعار باش نشوفوا واحد مدوز 20 عام ديال الحبس من اجل تكوين عصابه اجراميه وهاز ميكرو وكيدخل العماله وكيصور اثناء اللقاءات في ناس ديال القضاء وكيصور في ناس ديال رؤساء مصالح وكيرافق العامل في الخارجات ديالو. الثروات اللي دا نائب الاول، الثروات اللي كيف ما قلت لك ايها الاخ كنطالبوا من وزير الداخليه باش انه يفتح تحقيق في الثروات ديال هذا النائب ديال محمد المعتقل محمد مبديع. بغينا كنطالبوا كذلك هاد الارض ديال الاملاك المخزنيه اللي شرا هذا النائب قرب السوق التجاري مرجان، بغينا تفتح فيها تحقيق واللي وثق في السميه ديال الابناء ديالو. حنا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي خارجه على القانون او اننا كنسبوا ولا كنقذفوا هذا السيد، حنا كنطالبوا بالتقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات اللي جا في 2019 للمجلس الاقليمي للفقيه بن صالح وورثوا الابن ديالو، من حقنا نطالبوا لان هناك ملايير تصرفت على مشاريع، فين مشات هاد المشاريع؟ بغينا التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات نشوفوه. بغينا من حقنا كمتتبعين، علاش رؤساء ديال الجماعات كينشروا بكل شفافيه وبكل وضوح التقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات او التقارير ديال المفتشيه العامه ديال وزاره الداخليه؟ علاش هذا فين ما طالبناه؟ علما ايها الاخ مني كنوض كننتقد انا هذا النائب الرئيس كيجيش عليا جيش ذباب الكتروني السب والقذف وكيسبوني ويقذفوني في فيسبوك. علما كاينه شكايات، علما ان هاد نائب الرئيس خدعني، يعني خدعني للمساومه، عيط عليا في التليفون وقال لي اجي نقيدك في الانعاش مقابل شراء الصمت ديالي. علما ان هاد نائب الرئيس كيصيفط لي الناس وكيقول لهم سيروا، كيتصل بيا ماشي مره ماشي جوج، وانه كيحرض ذباب الكتروني ومعروف عليه حتى مني كان رئيس مجلس اقليمي، اللي ناض بغى ينتقد هذا السيد كيحرش عليه ذباب الكتروني بالسب والقذف وكلام اللي هو نابي. علما ان هاد نائب الرئيس هاد الحوايج اللي معروفه عليه، كنطالبوا كذلك ان تم مراجعه ديال اللي مستفيدين من 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 الانعاش، تشغيل ديال الانعاش، لان هاد الدوار ديال نقار ولا هاد المجلس الاقليمي ديال نقار راه فيه ماده ما يتقال بالنسبه للناس اللي كانوا خدامين في العهد ديالو في الانعاش. كنطالبوا بفتح تحقيق شكون هما هاد الناس، لا مادام انا تيقول لي اجي باش ندخلك الانعاش، وهاد الهضره ديال الانعاش راه سمعنا عليها القيل والقال، كما كنطالبوا بهاد الدوار ديال نقار بان باش يتفتح تحقيق في الناس اللي كانوا كيستافدوا من المبادره الملكيه، شكون هما هاد الناس؟ في حين تنشوفوا ان هاد الجيرون او الخادم ديالو اللي خدام معاه هو اللي كيستافد، علما ان هاد الخادم ديالو موظف خوه دخلوا الانعاش، اول في البدايه دخل خوه الانعاش في المجلس الاقليمي ودابا راه وظفوا في الصفوف ديال اعوان السلطه هاد الخادم ديال هاد النائب، زائد خدم مرت خوه كذلك عريفه، واش هاد الناس هما اللي بغاو يبقاو مهيمنين؟ لا، اضافه الى ذلك ان هاد النائب جايب واحد السياسه ديال العهد القديم ديال عقليه ايام القمع والرصاص، ولا اللي بغى يتكلم تيدير به شكايه وتيقول لي ما انا غندخلو للحبس. بغينا نعرفوا هاد السيد اللي ولا من هب ودب
والتي تيجي تيقول لك سيدي انا خاصك تقبل النقد رئيس الحكومه وتتقبل النقد. علاش هذا النائب الرئيس اللي ناض بغى ينتقدو تينوض يدير به شكايه ولا مشكل واحد الخاليه ولا مشكل خاليه اللي هي خطيره في مدينه الفقيه بن صالح ودباب الكتروني في مدينه الفقيه بن صالح. واخيرا كنبغيو نطالبوا فتح تحقيق في الثروات اللي صبح كيملكها هذا النائب الرئيس اللي كيشغل في نفس الوقت نائب برلماني بالدائره ديال بن عمير بن موسى وكان يعني طائس المجلس الاقليمي لازيد من 13 سنه ورثوا الابن ديالو خوفا من قدوم رئيس للمطالبه بافتحاص ديال الماليه ديال المجلس الاقليمي. شكرا.